Atenas, ne kujtëm, ne vetë, në harë një mëshmi, në pashtë të këma, të më shori këmë batë, jo më kërëzhme të një me në uzdo që në kërëzhme kërë ua, pa kërëzhme, u kënë të tarif habirin të sajnë lëkëm, dhe në hajë të warit këmë bashkë haqet, me, jani, haqet të li të wahdi shtëha, نقص علينا الغربة على الأقل المشي هدايا وال so beautiful and we are an out of our back home we miss our family but if we walk there is a lot of things to do here you make you busy with your kids your family your husband or wife so احنا نعمل حاجات لهنا تخلينا busy وتنقص علينا الغربة مرارة الغربة واللي عايشين في الغربة يعرفوا الكلام هذايا فان شاء الله ما نقلقكمش في الفيديو هذايا وحاعطيكم شوية معلومات زادة من هنا ومن هنا باش نمشيو مع بعضنا ونكملو نمشيو يلا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم خارجة في ماشي فور ووك خنسكر الباب ماشي فور بالمشي يعني انا زوجي عسلامة ساعة الناس الكل لبس عليكم حاسيلو هذا نمشيو توا ياسر طيارة للطقس ماي فريند اي wanna just for walk today with my husband every time like 3-4 times a week we go for a walk يعني من 3 إلى 4 مرات نمشي في بالمشي لأنه زوجي حتى معنا الواحد لأنه تعرفوا قديش ضروري وصحي المشي حوالي ساعة تقريبا أنا طبعا مش نصور لكم الكل المراحل المراحل بالمرحلة بالمرحلة كل شوية نصور لكم شوية ونحكي وشوية دردشة يعني احنا هكاك في كندا كل الناس يعني مش احنا بركة كل الناس عندهم مشاكل لكن فما ناس تمشي في الصباح فما ناس تمشي في العشية و يعني المهم المشي طبعا فما ناس تخدم تمشي في بالليل او بالويكاند او عندهم صالات رياضية يمشيولها احنا العادات هذه ما عندناش في دولنا العربية انه نمشيو في يعني فما الا بقله يعني فما ناس هيك هذوما من ثقافتهم يعني يمشيو احنا من ثقافتنا الغالب الحاجات اللي ما نمشيوش برشا روا نمشيو هاو مازلنا احنا تو نمشيو هنا في العمارات هذه تسكن بنتي يعني مش بعيده 5 دقائق نوصلها بالمشي احنا مازلنا هاو ماشيين هاو ماشيين تقتحلو شجعنا على المشي هذيك الباص الكار نتاعنا هنا باش ناخذ كياس لازم نستناو هذه ننزلوا عليها باش تعمل الحس شفتوا تا هوك تحل لنا الضوء الاخضر طبعا انا نعرفكم الحاجات هذه غير جست نحب نصوركم انا نعرف اللي انتم تعرفوه الحاجات هذه يعني ضوء الاحمر بطبيعة الحال ما ناش عايشين في جبل جست نحب نوريكم حياتي كيفاش تكون هنا في كندا مازلنا نمشي وهنا نمشي كنت نتكلم على التعليق في فيديو واحد بالفرند متاعي الفيديو متاع اللي انا نشرته فيها واحد رجل مسلح يعتدي على حاول باش يعتدي على مسلمين صغار فواحد رجع لي قال لي كيفاش تقول هكاك علاش اخي يعني ثم سمر يعني عنده مجرمين ويعملوا كذا وكذا حسيلو قال لي ماهوش هذايا معناها مش صحيح الكلام هذا فما من يمكن هما كانوا يعتديوا على يعني الاجرام جاء منهم هما قبل بس الرجل جاء الاخر وكذا حسيت وضحت له الامر بكل لباقه وكنت نايس برشا معاه خاطر شفته يغلي مصليته الغليان نتاعو بكلمتين حلوين لكن في نفس الشيء بلغت له شنو هو اللي موجود في الفيديو اللي هو مش انا مانيش حاضر ما نجمش نشهد بحد شيء لكن نشهد باللي موجود في الفيديو طبعا بالانجليزيه طبعا مش بالعربي ف من بعديك قلت له نتمنى قلت له شكرته اللي هو عمل لي تعليق كبير في قناتي لانه فيه فايده لي انا وقلت له نتمنى نستنى انك ترجع ليا نستنى اي وقت يعني التعليق نتاعك ومرحبا بك قلت له الحمد لله لي انا
يعني نعيش في كندا، مش غادي يعني في امريكا. يعني منطقتنا صراحة كندا ياسر، يعني امن ياسر برشا. تعيش انك في كندا احسن من تعيش غادي في امريكا. فهو رجع لي فعلا بعد ما قرا، رجع لي ويعتذر لي. يعني شفت نوريكم اللي البرشا قنوات لما يجيهم تعليق، هذه مهمة جدا. يعني لما يجيكم تعليق وانتم يعني تكون تعليق احرش شوية، قاسي شوية من عند المشاهد، سواء كان معاك ولا عنده قناة ولا ما عندوش قناة. خلينا نتكلم شوية بالانجليزي ونرجع لكم. اوكي ماي فريند، جست اي تيل ماي فريندز ان عربيك ذاتس وين يو هاف ا شانل and there is a lot of people they comes to you. It's actually you have to be glad because people they coming to comment in your channel and sometimes they tell you they comment nice comment, but sometimes if they don't like something or they have to tell your idea, their idea, you have to write, they have to write comment for their idea either you like it or not. If you like it, that you will be happy. Oh, we are happy, that's cool, somebody comment for us, nice comment. Okay, if you don't like this comment, you have to be nice, you have to don't be aggressive to this guy or girl. They write something comment you don't like it, don't be aggressive, you have to be nice. He is like in your home, he visits you, so you have to be nice to him. Calm down. If you didn't like, if he say something to you you don't like it, it's okay, calm down, relax, comment back to him. You have to say something, let him love you and trust you, and he will likes to come back to you to comment more, because you're not too much, you didn't comment back to him so angry and so aggressive, and you shout blah 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 blah, why you say something. And some people they making video Arabic. I saw many people video Arabic video, they saying a special video to reply to one comment they didn't like it. For me, I never do it, and I won't do it at all. I like you guys as soon as whatever you write for me nice word or you comment, like you actually I learn from your comments. I like for you supporting me always, guys. Thank you so much and really appreciate it, because you come over to my channel and you comment in my channel. There is people lot, they come, they walking. Then heard the beautiful hadaya. Hadaya في الصيف, هدايا في الشتاء. When there is a lot of snow, they have a lot of kids they sliding. And in the summer time, they have a lot of boys soccer ball, playing soccer ball. Yeah, هذه المنطقة هذه في الشتاء يبدأ فيها صغار يتزرزحوا, احنا نقول بالزرزيحة, عندهم حاجات سبيسيال يتزرزحوا فيها هم ووالديهم. لهنا يهبط يجريوا حتى اللوطة كربيسة. وبالصيف يكون يلعبوا في كرة القدم, ما شاء الله يبدو ولاد برشا ويبدو يلعبوا كبار وصغار وجمعيات. يعني عندهم حاجات ياسر تخلي الوقت بيزي. احنا صحيح نعيش في الغربة, لكن عندنا حاجات اللي هي تسهل لنا الامور ذي, تسهل لنا الغربة, تنقص لنا من وجع الغربة. فهمت؟ هذي احنا وين نقعد, ولهنا نتعدى ونص ساعات نشرب قهوة, ساعات لي هذي معروفة عاد القهوة ذي معروفة مشهورة برشا. نوريكم الكرسي, كرسي الراحة, ديما نقعد وقت نمشي, سواء كان شتاء ولا صيف, سنو ولا صني, هذا هو الكرسي نتاعنا. نقعد لازم نقعد شوية لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحر الفلازة ذي كهو نقعد لهنا و يا نقعد ونكملوا نرتاحوا خمسة دقائق مش برشا ونكملوا الطريق نتاعنا. اوكي قريب نوصل الدار, مش باش نسجل اكثر من هكاكا. يمكن حاسيلو هذا يشوفوا كيفاش نسجل شوية اخرى في الدار قبل نوصل الدار زيادة, خاطر نوريكم البناء طرقات هذه جديدة ونواصلة في كندا. This construction new road
directly to to downtown. It's so close to the downtown. Look. هذا هي الطريق الجديد يمشي ديريكت لل لل للبلد يعني للعاصمة كما نقولوا احنا. اوكي خاطي عاملين شبكة باش حتى وحدة ما يعمل درايفينغ. اوكي يا شوفوا هذه الجهة الثانية نتاع الكونستراكشن كنا نشوفوا فيها توا. هذا كل طرق جديد طريق الهاي واي. This is a new هاي واي يعني الطريق السريع. هذه الاشغال شوفوا كيفاش الاخر ما نجمش كيفاش نتعدى. والله زوجي يتعدى تو نتعدى حتى انا. هاي فما مكان لكن فما شويه ثلوج نتعدى. ها يا ما شاء الله شفتوا محلى سو بيوتيفول. اتس يا هنا الطريق السريع اللي ورا داري اللي مشي يولي يهز للداون تاون يعني العاصمه. هاك هنا ايه شفتوا ديار هذوما اخر دار غادي اخر دار. داري مزات بعيده شويه ما انا نرجع من هنا باش نخرج نمشي محليهم. شفتوا الدار محليهم شفتوا مقابلين الشمس. انا داري كيك زاد مقابله الشمس. شوف السماء محلاها البيوتيفول يا اتس سو بيس ما شاء الله. اي لاف كندا اي لاف كندا نحب كندا برشا. Even economy is not good, is bad in the world, around the world. But alhamdulillah, we have construction, we have workers. الخدمة الخدمة موجودة. الشغل كندا هيك smart يعني الحكومة متاعنا الكندية عن خدمة والحمد لله بالرغم اللي الاقتصاد طايح في العالم الكل لكن الحمد لله شغالين وكل شيء مريق لأمورنا والحمد لله. We are safe in Canada. نوريكم احنا حبيت نوريكم حاجة صغيرة شفتوا هذية اللي يفهموها بالانجليزي مش لازم نقولها لكن هذية هنا يسمحوا لك باش تهز الكلبة نتاعك فور واك يعني هالمكان هذية شفتوه هذية معناها يسمحوا لك لكن شفت شو معناها الساشي هذاك في يده هذاك حاشاكم كي يعمل اللي هو بوب يعني يعمل كاكا في الأرض أنت لازم تكون عندك باق يعني ساشي باش تهزها من الارض باش تخلي الجراس نظيف والعباد خاطر تمشي فرواك لازم يكون نظيف فهمت ف هذيك لازم ضروري ولا اوبليجي عليك يعني لازم قانونيا تعملها ما كاش تتخطى من البلديه. هذا هو الفرق بينا وبينهم. كهوا هذا الشارع الاخير اللي نمشيو لدارنا يوصلني لداري بعيده اخر دار اللي غادي بعيده 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 مش بعيدة ياسر طبعا. طريقي باش نصور لكم الاحتفالات على كريسمس نصور لكم بعض منهم اللي موجودين. هذه هم الحاجات. This is decoration for new year so coming soon. يلا هذوما الحاجات اللي نتاع كريسمس تايم جايز. It's beautiful something so yeah this is هذه علامات تاع كريسمس. هاي لهنا شوفوا كيفاش كل واحد كيفاش الالوان يحتفل بطريقته هو شو محلاهم يحبوا من صغار الحاجات هذي. راجي هرب عليا استني ويت. هاو هذوما على حاجات جديده. This is a good decoration for Christmas time. It's coming soon in December. And طبعا كل سنة وانتم هما طيبين ان شاء الله اخوان المسيحيين. Congratulations for their Christmas time. Like we have عيد رمضان. They have Christmas time. They have Halloween. Yeah. واحنا هما عندهم كريسمس احنا عندنا الحمد لله عيد وعيد الاضحى وعيد عيد الفطر وطبعا عندنا رمضان. اوكي احنا وصلنا توا للدار نتاعنا ان شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا وقت وحدي وما قلقتكمش من كثرة الحديث والحاجات اللي وريتها لكم. جايز ماي فريند اي جوت هوم ناو سو اي هوب يو انجوي ات. بليز اف يو لايك ات كومنت لايك and share أصحابي وحبابي لايك طبعا انتم فهمتوها وتعليق حلو من حبابي الحلوين
ونحبك برشا ونوصيه ان شاء الله في نكست فيديو. اوكي باي.